استاذ طارق، كلمنا بقى عن الفنان الراحل جورج سيدهم وكمان بدايته مع الفن. احكي لنا دايما عندك الكواليس المختلفه. بص، انا جورج كان تربطني بيه صداقه وظلت هذه الصداقه حتى الربع قرن الاخير اللي كان جورج بيعاني منه صحيا، وكان من الناحيه الشكليه فاقد التواصل، الا انه كان في بينا تليفونات، ودايما دكتوره ليندا اللي هي السيده العظيمه زوجته كانت حلقه الوصف، لانه جورج كان ممكن يقول كلمتين، يعني ازيك، عامل ايه يا طارق، لسانه متطيب، بس بيبقى عنده كلام تاني، فاللي كانت بتترجمه، لانه كان الجلطه ادت الى انه مركز حتى الاداء الصوتي كان في مشكله خارج الكلمات، ولكن فضل جورج يعني قادر على التواصل وعلى الادراك حتى اللحظه الاخيره. جورج زي ما انت قلت في الاول هو واحد من الثلاثي، والحقيقه كان هو الثاني، هو الثلاثي بدات فكره عند سمير غانم. وطيب ثلاثي وبدا يفكر هو في اسكندريه، طب نعمل ايه؟ فعرفوا ان في فنان دمه خفيف في زراعه عين شمس اسمه جورج سيدهم، جاله رحب بالفكره، وكان معاه هو واحد عادل نصيف ده ما كملش، بس كان وكان هم الثلاثه، يعني سمير وجورج وعادل نصيف. وبعدين عادل تقاعد شويه او مفضل الدراسه، ففكروا في الضيف احمد، وكان في الفلسفه الضيف، فالضيف ثالث اسم ينضم للثلاثي، وعملوا طبعا مسرح ثلاثي اضواء المسرح في الستينات. قبل كده في البدايات كان محمد سالم، وده مخرج مهم جدا في التلفزيون المصري الله يرحمه، وكانوا بيسموه ملك المنوعات. شافهم هم الثلاثه، لسه التلفزيون بيبدا، يعني الكلام ده مطلع الستينيات، بذكاء قال لك الناس دي كانوا بيعملوا سكتشات كل الحكايه، قال لك لا دول انهم ممكن يحملوا لواء الفوازير وكانت على الهوا مفيش نص، وهم فعلا اول من بدأوا الفوازير. ايوه، وكانت لا تعتمد على نص مكتوب، يعني خطوط عريضه ارتجالي بجزء كبير. الشاعر حسين السيد كان يقعد مع سمير ويعني يبتدي يقول بعض كلمات منغمه يحفظها سمير، وبعد كده يقعد هو مع الضيف ومع جورج وينزلوا للاستوديو يقولوا حاجه ثالثه، يعني بعد يعني حتى بعد ما بيحفظوا بينزلوا بيفاجئونا بحاجات ثانيه، حاجات ثالثه ورابعه مش ثانيه بس، ده ممكن يبقى اتفقوا على حاجات ثانيه وبعد كده يقولوا حاجات ثالثه. يعني هو فريق مبدع طبعا وجميل، وارتبط الجيل كله بهذا الثلاثي اللي غير ملامح الكوميديا أكيد. يعني طيب. وعملوا المسرح مظبوط في نفس التوقيت، كان عندهم طموح كمان انه ما يبقاش بس تلفزيون، واستمرت المسيره حتى بعد الانفصال. طبعا في الاول مات الضيف سنه 70، وبعد كده واستمروا الثنائي باسم الثلاثي،